عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصفة النهاردة من أروع الوصفات اللي هتعجبكم في الفراخ، عندها تيست حلوة قوي، مغذية جدا جدا. هنعملها بصوص مختلفة كتير، يعني هنحط فيها عصير، العصير هيزود لي المعادن اللي فيها بنسبة عالية قوي، سبيشال لو استعملتوا عصير البنجر. ممكن عصير البنجر مع الجزر، شوفوا ايه العصير اللي عندكم حلو بينفع. عصير العنب بينفع فيري جود، كمان الكرامبري بينفع. كل العصاير دي لما بركزها في الصوص بتبقى المعادن بتاعتها عالية قوي، والمواد الفعالة فيها بتزيد جدا، وهستفيد منها جدا. انا ممكن اخسر الانزيمات، بعض الفيتامينات، مش مشكلة خالص، احنا محتاجين معادن لينا ولولادنا. اوكي، ودي بأجنحة الفراخ. طبعا مش كل الناس بتحب الأجنحة، انا من نفسي ما بحبهاش، بس الولاد بيعشقوها. هنعملها احسن من المطاعم، بدون قلي بدون حاجة، فكرة رائعة وسهلة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا له شير. احنا مكملين مع حلقات الامراض، ودلوقتي في مرض السرطان، ان شاء الله بنكمل حلقات بنحيث ان نغطي كل حاجه تخصه. بس من وقت للتاني طبعا بنكسر الروتين ده ونعمل اكله كده في النص للتغيير. ان شاء الله تعجبكم الاكله. بسم الله نبدا. دي اجنحه الفراخ، يعني ممكن يتبلها تتبيله خفيفه قوي. انا بس حطيت عليها ليمون وقشر ليمون، وده شويه سيزونينج بتاعت الفراخ، زعتر، روزماري، كله على بعضه، يعني ملح، ليمون، شويه كده. التتبيله موصلي هناخدها من الصوص اللي هنعملها، فاي تتبيله بيمشي حلها، واسيبها نص ساعه، ساعه زي ما تحبوا، 3 4 ساعات مش مشكله. بس لو هنطول نحطها في التلاجة. هضيف شويه زيت زيتون، مثلا حوالي ربع فنجان، عشان انا محتاجه يكون فيها فات عشان اطبخه بيها. محتاج بقى عشان نعمل الصوص الحلوة دي معلقة من الزبدة، يعني معلقة وسط. اوكي، توميتو صوص، اي نوع توميتو صوص حلو، بس طبعا دايما احاول اجيبها بتكون في جار كده من الزجاج، ما اجيبش حاجة في البلاستيك. حوالي فنجان كبير من الطماطم، دي بقى دي اللي غيرت طعمها خالص. عصير مهم قوي بقى العصير ده، اي عصير عندك فريش او شريعة، عصير عنب بيشتغل، الكرامبري اللي هو التوت الاحمر بيشتغل، ده عصير بنجر مع عصير جزر، كوباية منه. بسم الله، شوية من الصويا صوص، اللي عنده اي صويا صوص نوعها حلو. طبعا دي بتخلي الفليفر حلو قوي، اللي مش عنده بيمشي العصير ده، لما هركزه مع الطماطم بيطلع طعمه حلو جدا. هحط شوية من الجارليك باودر، انا بقى الفليفر اللي انا هبقى عاوزاها وهي اللي موجودة عندي. هحط بقى الكيان بيبر او اي شطة حراقة عندكم عشان تديني طعم الشطة، طبعا اللي انتوا عاوزينه، انا عاوزاها حراقه قوي، هما بيحبوها كده الولاد. في حاجه اسمها الشطه دي بتكون يعني معموله على الدخان، مدخنه شويه، بتدي طعم حلو. اللي عنده عنده، ما عندهوش شطه مدخنه مش مشكله خالص، بس هي بتدي طعم فيري سترونج، يعني طعمها حلو قوي. اوكي، هحط بقى هنا الملاسس او العسل الاسود، حوالي فنجان كبير من العسل الاسود او اي نوع دبس تمر عندكم بيشتغل، كله هيشتغل. اوكي، اسيب ده كله بقى على النار يغلي، هتشوفوا النتيجة ما تغلي. بوطي عليها واسيبها بقى لحد ما تتركز على نار هادية، ممكن اسيبها حوالي من 5 ل10 دقايق حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. اوكي، بعد ما تغلي وتتركز هنحط عليها شوية من الزنجبيل، اللي بيحب طعم الزنجبيل انا دايما بحطه في الاخر، ما حبش اقتله يعني، ومعلقة كبيرة من الخل. بعد 10 دقايق بقى على نار هادية غلت وقفتنا عليها، هو ده بقى تكون كده مركزة تقيلة كده، الصوص بتاعتنا جاهزة، والفراخ في نفس الوقت جهزتها. شوف هنعمل ايه.
فراخ بقى اعملها بالطريقة اللي تعجبكم. انا في الحر ده ما بفتحش الفرن كتير، يعني بحب اعملها في طاسة كده حلوة كبيرة تقيلة عندي، شوية زيت عليها وبتستوي، تستوي بيرفكت كمان. خلصت خلاص، استوت طن من غير تعب بقى ولا اشتغلت الفرن. طبعا اللي عاوز يعملها في الفرن، طبعا اللي عنده كمية كبيرة يعملها في الفرن، ملهاش حل تاني. انا دي عشان على قد الصينية دي اتعملت، لكن لو هي كمية كبيرة فيها ومليانة مش هتتظبط كده ولا هتحمر. انا قلبتها مرتين، حطيت فيها شوية عصير ليمون وشوية مية بعد كده، بسيطة قوي لحد ما استوت بيها بيرفكت كده. طبعا اروع طبق فراخ ممكن تاكلوه والولاد ياكلوه. بسم الله، حط بقى الصوص بتاعتنا. رائع رائع، هقلبها كويس. اصلا الفراخ اتعملت بطريقه سهله مش متعبه، وطعمها لوحدها حلو، ولا قلي بقى ولا زيت ولا اي حاجه. طبعا منساش رشه سمسم، اكون اوريدي محمصه تحميصه خفيفه قوي، بيدي طعم حلو جدا معاها وزود القيمه الغذائيه اضعاف. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.